معايا على التليفون الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي السابق. أهلا بحضرتك يا كابتن، منورنا في مصر جديدة. من وجهة نظرك وبصراحة، حكم مصري ولا حكم أجنبي هو الأصلح لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 25/6؟ اولا تحياتي ليك استاذ انجي، أهلا ليكي بيك. ولكل مشاهدينك الكرام. من غير ما افكر حكم مصري طبعا. احنا انا طول عمري عندي موقف، وانا من وانا ما كنت حاكم، وقت ما كنت حاكم، نعم ان مباريات الدوري المصري تدار بالتحكيم المصري. نعم، عندنا حكام مصريين يقدروا يديروا مباراه قمه بين اهلي وزمالك. حضرتك رجعي لورا شويه كده، اخر 5 6 ماتشات ما عدا المباراه اللي اتلعبت في السعوديه نعم، كان كلها حكام زي مين؟ مصريين. يعني مين ترشحه من وجهة لا مش نظرك؟ مين رشحه، انا اقول لك اللي اداروا المباريات، يعني طب اللي قولي. ادار المباريات، اللي ادار المباريات محمد الحنفي وابراهيم نور الدين وامين عمر ومحمود البنا ومحمد عادل، كل دول اداروا المباريات بنجاح. في نعم محمود البنا ادارها مرتين مش مره واحده، نعم، ابراهيم نور الدين ادارها مرتين مش مره واحده، فكلهم نجحوا. الفكره ملهاش علاقه طب بالحكام. بس المشكلة ان على طول الاهلي والزمالك بيطلبوا حكام اجانب في المباريات اللي بتجمع القمتين دول. اقدر الكلام ده من زمان، من وقت ما انا كنت حاكم كمان، يعني سؤالي حضرتك انا رغم ال ما حكمتش اي اهلي وزمالك، اي ماتش اهلي وزمالك؟ لا ما انا هقول لك، هو انا جاي لك في الكلام، برغم ان انا يعني التاريخ الكبير اللي عملته في التحكيم، انا طبعا حكمت مباراه الاهلي طبعا. والزمالك مره واحده سنه 96 مره واحده، برغم ان انا قعدت احكم في الدوري المصري 13 موسم. ال 13 موسم دول شاهدوا مثلا 30 مباراه للاهلي والزمالك او اكتر، اي، لكن وقتها كان الاعتقاد اللي موجود عندنا واللي كان انه بيقلنا ان الحكم هناك، الاجنبي هو بس. لا 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 لا، ان هناك قرار وزاري طب بان بس مباراه الاهلي والزمالك يديرها حكام طب اجانب. فكرني، المباراة اللي انت حكمت فيها بين الاهلي والزمالك حصل فيها مشكلة، حصل فيها لا اعتراض، لا اي لا حاجة؟ الحمد لله، كانت انتهت كام كام؟ هي مباراه انتهت 0-0، ما كانش فيها اهداف، مفيش والمباراه ما حد حصلش خد فيها اي انذار، مشاكل. محدش خد لا طرد، اكيد في طبعا في مفيش انذارات في المباراه، واكيد اي اكيد في حاجة. انذارات، اكيد كارت في اصفر، انذارات. كارت احمر. لا في اكيد انذارات، انا هو ما كانش في كارت احمر لكن كان في انذارات، ومباراه عاديه جدا على فكره، هي تعتبر بالنسبه للحكم من اسهل المباريات بالنسبه للحكم وعلاقته بالانديه وباللاعبين جوه ارضيه الملعب. ما فيش اي مشكله خالص، المشكله كلها بتبقى مين الحكم اللي انت شايفه الحكم المصري الافضل للماتش الجاي بين الاهلي بصي من والزمالك؟ بدون اي مجامله وبدون اي تحيز، في الوقت الحالي الحكام اللي ما عندهاش اخطاء وابرزهم هو احمد الغندور. احمد الغندور. ما عندوش اي اخطاء في الفتره اللي فاتت، لا مع الاهلي ولا مع الزمالك، ما عندوش مشاكل مع الناديين، وكمان هو ما قدرش المباراه. احمد الغندور قريب جمال الغندور؟ ده ابن اخويا، ابن اخوك. بس ده ما يمنعش ان هو حكم دولي كبير ويستحق ان هو يدير المباراه، هو او محمد معروف، لان هما الاثنين اللي ما قدروش هذه المباراه. يبقى كابتن جمال الغندور بيرشح احمد الغندور او محمد معروف لاداره مباراه الاهلي بالظبط كده، وعلى فكره هو واحد والزمالك اللي فيهم هو جاي اللي هيدير المباراه، وحضرتك هتشوفي يعني ان شاء هتفتكري الله. كلامي ده وقتها. اشكرك كابتن جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، شكرا جزيلا لحضرتك.